هنا انت عارف زي الصحراء، لا فيها ميه مالحه ولا ميه حلوه، وبنعاني بشكل كبير جدا جدا. يعني لا في بدائل الا نشتري، والميه المعدنيه غاليه جدا، والفلوس الحمد لله مش متوفره، فيش وسيله دخل. احنا الميه بنعبيها بمصاري، كل يوم بنعاني من مشكله المي، للجلي للغسيل بنروح على البحر مسافه، بنعبي مي بنعاود نرجع، يعني بتكفيناش يعني باليوم القلم، بنعبي قلمين ثلاثه، لما يكفي كل قلم ثلاثه شاكل بعبوا لنا اياه.